كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله، هو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات دي؟ لا لعبته ولا بيفكر فيها. يا بيه البلد حلقه اتشقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. والله وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. ايه يا ديبو، رحت فين؟ يا عم انا معاك اهو. لا يا ابني انت مش معايا خالص بصراحه. انت جاي تقعد مع نفسك او منزل انا؟ لا لا، انا عايز اقعد معاك. انا بس سرحت منك شويه. سرحت في ايه خير؟ بقول لك يا عمي، هو انت ام يوسف ايه يعني؟ ايه الموضوع يعني؟ ناويين على ايه؟ شوف يا ديبو، انا زي ما قلت لك قبل كده، الست دي انا ممكن اكتب عليها النهارده قبل بكره، بس انا عارف ان مشكلتها ابنها، خايف اتكلمها، وانا متاكد بقى ان عمرها ما هتقدر تكلمها. يعني انت عارف انها عمرها ما هتكلمه وراضي بكده؟ طيب يا ابني، لاني مقدر مفوضيتها. طب بقول لك ايه، لو حصل يعني افتراضا يعني خلاص هي وافقت وابنها وافق كله بقى تمام، وبعدين رحت لها قلت لها ما ينفعش خلاص ما بقاش ينفع، وقلت لها اي اسباب، هتعمل ايه هي؟ من غير اسباب يا ديبو ولا هتعمل حاجه يا ابني. تعبيتي انا، هو في حد بيغصب حد يقعد معاه غصب عنه؟ لا يا عم ما ينفعش، محدش بيقعد مع حد غصب عنه، بس يعني منظرك هيبقى ايه قدامها؟ بقولك لما تجيلي دغري وتقولي انت عايز توصل ليه من الاخر، تفضل طول عمرك تحلف انك نفسك تعمل الحاجه دي، واول ما تعملها تلاقي فجاه حصلت لك حاجه تانيه خالص. حاجة أحلى؟ مش حكاية أحلى ولا وحش، حاجة وخلاص. منظرها يا بيه، أنت بتسألني أنا؟ اسأل نفسك يا بيه، اسأل نفسك.